بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة مرساي الإعلامية متواجدين اليوم الخميس في مركز أدهم للفنون التشكيلية وكالعادة آرت ماركت الأسبوعي. هذه الأركان المشاركين في المعرض. طبعا احنا في مقر الجمعية السعودية للفنون التشكيلية نشوف شو المحتويات المقر. فن العرضة السعودية ممثل في هذه اللوحة التشكيلية، لوحة جميلة تعبر عن فن العرضة السعودية، صورة الملك فيصل رحمه الله تعالى. لوحة تعبر عن ضيافة العرب.
اشتغلت الصبح، وبعد كده طورتها لتعليقات جوال زي كده، نظارة تعليقات جوال وفواصل للفواصل زي من القرآن الحجارة اللي تستخدمينها هذه الصناعية ولا أي شيء؟ صناعية ولا طبيعية؟ صناعية طبعاً. صينية ولا هندية ولا من وين مصدرها؟ لا، من كذا مكان عندي هذه مثلاً اللي هي العقيقة الليزر، هذه صبر 33، وفي عندي صبر بس اللي يميزني هو ديزاين الهندي اللي أشتغل فيه بالفواصل هذه هاند ميد. عندنا هذه أحجار كلها عقيق، ولكن هنا حجر الكرماني هذا الحجر اللي يميزه. فطبعا هذه الإضافة بتكون في أسعارها. هذه الأحجار أحجار خاصة يدوية جبتها من لندن، تكون في ميزة للقطعة تبعي. الأحجار برضها هي طبعا ليزر عقيق، ولكن اللي يميزها الإضافات هذه كلها إضافات يدوية بديزاين هندي أو بدوي، ينفع على أي ملابس طبعا. هنا نفس الشيء فيها أحجار، هنا عندنا خلاقين السلام عليكم، انا احمد العمودي مصمم العرايس، وعندي اعمل عروض قمر، بعمل شخصيات مشهوره بعملهم كعرايس، زي مثلا عندنا شريهان، ريا وسكينه، فطوطه، ام كلثوم، انا بصممهم وبعملها في العروض، فعاليات، في مناسبات خاصه، في كل شيء. هذا رقمي للتواصل، وتشرفوني طبعا في الانستغرام وتشوفوا اعمالي الجديده. شكرا.